للطلب او الاستفسار هذه النسخه أرعدت صوت المشاعر من صداها لاحي بارك وسنها بمسحاب حي من غفير وبدر لفاها في مداهل الظلايا القرحابة أرعدت صوت المشاعر من صداها لاحي بارك وسنها بمسحاب حي من غفير وبدر لفاها في مداهل الظلايا القرحابة حي من غفير وبدر مبارك محفل الشيوخ تكلم ابتدى نذكر الله من نفانا يا غلاب أجسام التضحيد يتعدى مدى بيننا القادي شرفنا جنابا أرعد صوت المشاعر من صدى لا حبارك مستمى جنبارك حي من شفير وبشر وزفا في مداهل الغضايب كالرحاب حي من غفير وبدر مبارك شيخنا مبارك فعول ما نساها بالملاعب فزعته والانتخاب الكرم والطيب ينثر محتواها بالمطير والفخر يسهل تسابا أرعد صوت المشاعر من صداها لا حبارك مصدها ينبارك حي من غفير وبدر ولفاها في مداهل الغضايب كالرحاب حي من غفير وبدر مبارك في مداهل الغضايب كالرحاب اسم ابو خالد مبارك في رباها فاحت عطر البلا من خير لابا لابد يعتز منه في حماها بالنصاهم بالوفا يحسب حسابا أرعد صوت المشاعر من صداها لا حبارك مستهدف ينبارك حي منه في رباها في مداهل الغضايب كالرحاب حي منه في رباها مبارك في مداهل الغضايب كالرحاب في عيالة يعتلي برقى سماها خالد وعبد الله والطيب اكتساب أحمد وناصر حواسدهم عزاها تعتني من جورها ذيك الثيابة أرعد صوت المشاعر من صداها لا حبارك مستماغي ينبارك حي من غفير وبدر ولفاها في مداهل الغضايب كالرحاب حي من غفير وبدر مبارك في مداهل الغضايب كالرحاب والعريس احمد من افعال اخذها وارث من عز ابو تاج الخطاب الكريم ابن الكريم اللي تباها وساسي جدنا على مسطر كابا ارعدت صوت المشاعر من صداها ساحي طارق مستماغي ينبارك حي من غفير وبدر ولفاها في مداهل الغضايب كالرحاب حي من غفير وبدر مبارك في مداهل الغضايب كالرحاب عن خواله ارشدوا منه دعاها في مواقفهم ولا ردوا الطلاب في عمامه والسنايع مبتغاها والمحامي زانت حروف الكتابة أرعد صوت المشاعر من صداها لا حبارك مستماغي ينبارك حي من غفير وبدر ولفاها في مداهل الغضايب كالرحاب حي من غفير وبدر مبارك يا المطير مجادكم يشرق سناها حاضر الايام ما فيها غراب ارحبوا ثم ارحبوا في منتقاها والصلاة تغشى النبي ثم الصحابة أرعد صوت المشاعر من صداها لا حبارك مستماغي ينبارك حي من غفير وبدر ولفاها في مداهل الغضايب كالرحاب حي من غفير وبدر مبارك في مداهل الغضايب كالرحاب 05-02